السلام عليكم. في يوم من الايام، في وقت من الاوقات، في فتره من الفترات، في سنه من السنين، كنت باكل فراخ مسحب على الفحم، خالي عظم، معاها طحينه كتير وعيش قليل عشان الدايت، ولكني خلصت الاكل كله في 5 دقايق وحسيت اني ما شبعتش. فكلمت دكتور الدايت اللي قال لي في ايه يا طاهر، انت اتفجعت؟ قلت له ما تشوف لي حل يا دكتور، انا عايز اي حاجه توقف الفجع اللي عندي ده. فراح قال لي بص، انا هبعت لك اللي يسد نفسك، افتح الواتساب. وقام بعت لي بوستر فيلم اشباح اوروبا لاحمد الفيشاوي وهيفاء وهبي ومصطفى خاطر، وقال لي اتفرج وادعي لي. المهم نصبت الخيمه، انا بحب اتفرج في خيام عادي، وبدات في مشاهده هذا الفيلم الحماسي. ومع اول مشهد في الفيلم لقيت الاستاذه هيفاء وهبي لابسه فستان وماسكه مسدس وبتجري، ولقيت احمد الفيشاوي بيجري، ولقيت الاحداث كمان بتجري، وقاموا كلهم لابسين ماسكات الجوكر وطالعين راكبين العربيات اللي بتجري ومشغلين مزيكا. فده طبعا اكشن حماسي شفته قبل كده في فيلم وانس ابونا تايم ان بهتيم للمخرج كريستوفر عبده. بياخدنا بقى المخرج العظيم لحي القلعه، وبنشوف بقى الاستاذه هيفاء وهبي وهي طالعه في دور بنت بلد عمرها 14 سنة. وفضلت اسأل، هي هيفاء وهبي بتتكلم في الفيلم كده ليه؟ هي هيفاء وهبي بتمشي في الفيلم كده ليه؟ هي هيفاء وهبي صوتها في الفيلم عامل كده ليه؟ هي هيفاء وهبي ملامحها مش باينة ليه؟ بجد والله وشها ما بيتحركش. كنت فاكر ان دي عمليات، بس قلت اذا كان شالوا تاتوهات احمد الفيشاوي بالميك اب في الفيلم، يعني مش هيعرفوا يشيلوا اثار الزمن من على وش هيفاء وهبي. وبمناسبة تاتوهات احمد الفيشاوي، فانا احب اوجه له نصيحة، ما تدقش. من الامور المضحكة جدا في الفيلم ان الاستاذ مصطفى خاطر ربنا يديه الصحة طالع بدور شاب بلطجي، طالع بدور اخو هيفاء وهبي الشبح اللي كل شويه يتخانق، داخل وفي ايده الكازلك والعصايه عشان يعور بيهم. فانا والله ما فهمتش هو جايب العصايه عشان يتخانق بيها ولا يتسند عليها. بلطجي يا جماعه، ده فارد شعره جلاد، ده بيشب عشان يضرب الراجل بالروسيه. الناس اللي مصطفى خاطر يضربهم في خناقه، ده اخره يضرب 7 في 6 بكام. وبيزعق للواد وبيقول له عايز تاخد حقك تاخده بالادب، لكن تيجي تهيس هنا تاخد بالجزمه على قفها امك. بينهج وهو بيتكلم اساسا، حد يجيب له كوبايه ميه يا جماعه. مصطفى خاطر نزل خناقه محدش وقف معاه فيها غير شعره. فعلا ما الدنيا يا ولدي الا مسرح مصر. بيظهر بقى في الفيلم اخوهم الثالث وهو بركات الشهير باحمد الفيشاوي، واللي بيروح يقف مع اخوه في الخناقه بعد كده بيضربه عشان شرب مخدرات من غيره. احمد الفيشاوي طالع بدور متسول مع لغه، بيتكلم كده جرى ايه يلا بطل رمي بلا. تقريبا هو كان بيثبت العيال عند اللي سي فرنسي فتاثر بيهم. اتحداك تبص لوش مصطفى خاطر 20 ثانيه من غير ما تضحك. بتظهر بقى استاذه اروى جوده اللي كاريزمتها في الفيلم ده مش موجوده، وبتروح لهم وبتقول لهم ان انا المحاميه بتاعت امكم الله يرحمها وليكم ورث بره مصر وتسفرهم اسبانيا. وفي بقى كام افيه رماهم مصطفى خاطر اول ما سافر، الطياره بتنزل كده عشان السواق معاه رخصه اولى. السيده عيشه، السيده عيشه، ايه ده؟ هو النيل واصل لحد هنا؟ هو ده بيتنا؟ انا افتكرته مجلس الشعب. بتيجي عصابه بقى تسرق الثلاث اخوات، وبنكتشف ان زعيمها يبقى الاستاذ الفاضي عباس ابو الحسن. وهنا اكتشفت شيء مهم جدا، ان عباس ابو الحسن لما قال في فيلم مافيا امركم غريب ايها المصريون، ما كانش بيمثل، هو بيتكلم كده اصلا، اي جمله بيقولها لازم يقطعها في النص. واخد دكتوراه في امركم غريب ايها المصريون. امركم غريب ايها المصريون، تشاهدون فيلم اشباح اوروبا وتعملون من الحبه قبه، ذا فويس النسخه العباسي. امركم غريب ايها المصريون، بتتفرجوا على ام بي سي 3 وسايبين سبيس تون. الحوار ده مضايقني قوي. عباس ابو الحسن طلع يمثل في ديكور العاشره مساء، يلا هي جت عليك. وعرفت بعد كده ان في كارثه، ان الفيلم ده فيه 2 هيفاء وهبي و2 مصطفى خاطر و2 احمد الفيشاوي و2 حسن الرداد في الفيلم. لا بهزر بهزر، مفيش فيلم ولا حاجه. واحترت هل فعلا الشخصيتين ممثلاهم هيفاء وهبي ولا دي اختها التوأم، لكن قلت لا نفس الشفه فتأكدت انها نفس الشخص. وبجد والله ليه هيفاء تطلع في سنها ده بدور البنت الصغيره، ما تطلع بدور البنت الكبيره عادي. الحوار فعلا طالع وحش، ملامح وشها ما بتتحركش، يعني ادائها ده ما يجيبش دور بطوله في فيلم، ده اخرها تعمل دور شاي. امركم غريب أيها اللبنانيون، تهتمون بالشفايف لدرجه بتخليني خايف. بيبتدي بقى يبقى في ظهور خاص لتاتوهات الاستاذ احمد الفيشاوي، بس الصراحه في الفيلم ما شاء الله عليه بيتكلم انجليزي كويس. هيفاء وهبي في الفيلم مش قادره تمثل، لكن لما رجعت شفت فيلم دكان شحاته لقيتها برضو مش قادره تمثل، ظلمنا عمليات التجميل. مصطفى خاطر اخوه التوأم طالع بدور مجرم برضو بس ابن ناس، بيشرب فيروز. بيظهر بقى الفنان القدير الجامد جدا مد دبابه باسم سمره، واللي طالع بدور زعيم العصابه اللي بيستلم منهم العقد اللي باسم سمره. بيطلع في البرامج يقول انا تقيل في التمثيل وممثلش مع اي حد، وعمري ما مثل جنب حد طالع من السوشيال ميديا، وهو طالع دور ثالث في فيلم درجه ثانيه. امرك غريب ايها الباسم سمره، بتقول كلام كتير لكن في الاخر بتطلع قصتك سمره. ومشهد الاكشن وضرب المسدسات لما باسم سمره غدر بيهم مشهد عظيم، المفروض يتحط في افتتاح كاس العالم التعبانه في دماغها. المشهد ده اكبر دليل على اهميه الرياضه في المواقف اللي زي دي، جسمين هيبقى عامل كده. وبيموت مارتن اللي هو احمد الفيشاوي ابو تاتو، فمصطفى خاطر بيقرب
يقرب منه عشان يطمن عليه، فبيعمل له كده بيشوفه نشف ولا لسه. الفيلم ده ناقصه علي ربيع وهاجر احمد وينزل جدول. وبنعرف بقى ان الاستاذه اروى جوده اللي كاريزمتها مش موجوده في الفيلم سلمت العيال المتسولين دول لعباس ابو الحسن بدل اخواتهم، وبيزيد بقى السسبنس. وبنعرف ان احمد الفيشاوي اللي بيتكلم انجليزي بقى اخواته وعمل نفسه اتقتل واتفق مع باسم سمره انهم هيكملوا الفيلم للاسف. امر غريب ايها الفيشاوي، ده انت للحوارات غاوي. الفيلم ده اديله 3/10 والبطاطس مش جوسي. وطبعا احنا عشان نبان اننا فيلم متقدم لازم نقول يا ابن الوحه وعلي الحرام من ديني لا تتفقوا ويا ولاد، ودي حاجة اسمها التمثيل الواقعي اللي هو الفيلم لما يبقى واقع نقولها عشان نعلي الريتش. والفيلم ده اثبت ان باسم سمرة ممثل كويس والله، بيطلع يقول في البرامج كلام هو مش مقتنع بيه وبنصدقه، ده مش عارف يتكلم يا جماعة. فكان لازم افرش له الفرشة وفهمه مين خالد ابو الذهب. قول ورايا، فكان لازم افرش له الفرشة. فكان لازم افرش له الفرشة وسؤال كده، هو ليه بيتكلموا انجليزي مع انهم عايشين في اسبانيا؟ ولا اللي هو اي هبد اللي هو يلا يا جماعة اللي معاه لغة يقولها. بنفهم بقى ان عباس ابو الحسن اتفق مع الاخوة الاسبان انهم يسرقوا عقد سوا فنصبوا عليه، وراحوا بعول الاستاذ باسم سمره ابو قلب ابيض فنصب عليهم، واتفق مع مارتن انهم هيبيعوه سوا ولكن مارتن اتنصب عليه. وراح عمو عباس لايفا يقول لها انا عايز الثلاث عيال دول، فنصبت عليه وجابت له اخواتهم التوأم المصريين، وكل ده عشان تحمي مارتن اللي بتحبه، فتنصب عليها. فقامت بعت مارتن وراح يقابلوا العيال المصريين اللي اتنصب عليهم من اخواتهم الاسبان. اعرب ما تحته خط. تخيلوا يا جماعه ان دي سرعه العربيات في مطارده في الفيلم، مطارده على سرعه 120 كيلو في السنه. وفي اخر الفيلم بقى الابطال كلهم بيتقابلوا في الخراب عشان يتحاسبوا وبيحصل بينهم عركه، ومصطفى خاطر ابن الناس طالع في الباتل بيضرب نار، ده لو حد ضربه بمسدس ميه هيقول يح. بيقول لك مصطفى خاطر في كواليس الفيلم واحد طلع يجري وراه عشان يقتله فقال كهربا، وبركات طالع في الفيلم بيشقط نسوان وبيضرب اي حد يقابله ودايما صوته عالي وبيعمل مشاكل، فلما بيسالوه مين مثلك الاعلى قال لهم احمد الفيشاوي. مصطفى خاطر بيروح يضرب مارتن وبياخد من المسدس، تقريبا حسيت ان مصطفى خاطر هيقول له بشو بشو. امرك غريب يا مصطفى يا خاطر، ارجوك ما تعملش كده تاني لو كان ليه عندك خاطر. انا في واحد في الخناقه دي شفته بيموت مرتين، وانا صعب عليا عباس ابو الحسن. يعني تخيل تبقى مؤلف فيلم ابراهيم الابيض وفي الاخر تتضرب من هيفاء وهبي ومصطفى خاطر، مش لازم تطلع في اي حاجه وخلاص. حاسس ان انا بعد كده هشوفه بيعمل اعلان لمحل فضه. وفي الاخر بقى مارتن بيموت تاني واخواته الاجانب بيبقى عايزين يفجروا عربيه اخواتهم المصريين، ولكن اخواتهم المصريين طلعوا اذكى منهم فقدروا يفجروا عربيه الاجانب. وتخيل بقى المفروض ان احنا نبقى مقتنعين بقصه فيلم ان التلات اشباح دول جم من مصر وقدروا يهزموا جيوش ورجال ونساء ودماء اسبانيا ويشغلوا دماغهم على الجميع. بسم الله ما شاء الله، خيال عظيم. مش فاهم اللي كاتب الفيلم جاله ازاي الخيال ده، ده لو الكاتب المصري مش هيطلع خيال خصب كده. وفي نهايه هذا الفيديو احب اختم بقول الشاعر حسن محلسه، لو في منك اتنين حاول ما تبقاش رقم اتنين. سلام.